ازيكم عاملين ايه؟ لو جينا سألنا كده اي حد لو عايز تاكل اندومي مشطشطه وحاره هتعمل ايه؟ هيقولك دايما هروح للاندومي الكوري او النودلز الكوري، عشان في ناس بتحسس من الكلمه دي. وده مختصر الموضوع، اي حد عايز ياكل اندومي او نودلز حاره هيروح لمين؟ دايما للنودلز الكوري الحار او الاندومي الكوري الحار. وده لان احنا في مصر هنا مفيش ولا شركه منزله اندومي حاره. بس الموضوع دلوقتي اتغير، دلوقتي كيلوجز عملت لنا اندومي حاره لونها احمر ولطيفه ولذيذه. كيلوجز نودلز اوكي، طعم شطه مولعه ده شكلها. عايزين بقى نشوف كيلوجز نودلز بطعم الشطه المولعه دي هتعمل معانا ايه. المهم يا شكلها لطيف، كاتبين شعريه سريعه التحضير، يصفى من الماء قبل اضافه التوابل. اوكي احنا مش هنقرا حاجه، احنا هنفتح على طول عشان انا بصراحه حرمت موت والموضوع ايه مش مستحمل. انا بحسب مفيش كيس. وده كده شكل النودلز من جوه، هي رفنطعه سيكا، وده المفروض ان هو كيس الشطه. هو كيس صغنطط يعني مش كبير، وبعدين مقسوم نصين، في نص فاضي يعني بص لو فتحته هو فاضي، حاطين نص فاضي، والنص التاني ده اللي مليان، ده اللي فيه البهاريز بقى. فاحنا تمام، فاحنا هنحط كده النودلز بتاعتنا دي. انا متعود اقول اندومي بصراحه، مش عارف انا ايه النودلز دي. ما علينا، هنجيب الميه السخنه بتاعتنا، هنصب شويه كده. احنا حاطين النودلز وميه سخنه اهو عشان تفك معانا شويه. طيب بصوا بقى، هو ده شكل النودلز كده بتاعت كيلوجز بعد ما شربت ميتها وطريت وانا صفيتها من الميه وجيت تمام. احنا المفروض بقى هنحط عليها كيس التوابل اللطيف ده، كاتبين عليه كيلوجز نودلز طعم شطه مولعه، كيس الصغنطوط ده. الفكره ان هو باودر، النودلز الكوري بتبقى صوص، ده باودر. ما علينا، يعني نفتح كده بالراحه، بس اهم حاجه ما يخشش في وشنا. بس هي الشطه لونها اورنج لطيفه زي ما انتم شايفين، هي باودر كده. وانا من رايي بصراحه ان هم كانوا يعملوها صوص، يعني لو انتوا عايزين تخشوا في المود بتاع النودلز الكوري او النودلز المولعه عموما كان هيبقى افضل لو اتعملت صوص. انما انا دلوقتي عملت النودلز وسخنتها وصفيتها من الميه، هحط عليها باودر يعني شكلها مش مقنع بصراحه بالنسبه لي يعني. ولا المفروض ما كنتش صب الميه ولا ايه؟ بس هم كاتبين تصفى من الماء قبل اضافه التوابل، بس هي كده شكلها جاف قوي يعني، تحس ان هي عندها ايه جفاف، كانت محتاجه شويه صوص. المهم ما علينا، يعني احنا مش هنخش في تفاصيل كتير مالهاش لازمه، اللي حصل حصل، دينا بنقلب بس. هو شكلها كده تحسوها عامله زي المكرونه اللي بايته، انا بحب الحاجه تبقى مصوصه يا جماعه. فين الصوص؟ فين الصوص؟ المهم خلاص، يعني احنا هي كده كده يعتبر جهزت خلاص. ده شكل النودلز المصري اللطيفه المولعه بتاعتنا من كيلوجز اللي بطعم الشطه المولعه. هناخد معلقه بس يعني هنصغرها شويه، هنقول كده بسم الله ونشوف الطعم. فيها شطه باينه مش قويه قوي يعني، شطه بس مش واو. هناخد كمان معلقه يعني، شطه لطيفه. هو بس النودلز هنا من غير ميه تحس انها معجنه كده، بس تمام. كمان معلقه. طيب بصوا، بالنسبه للنودلز المصري الحاره من كيلوجز هنا اللي هي بطعم الشطه المولعه، هم زي ما قلت لكم حبوا يخشوا في جو الترند شويه، الناس كلها بتاكل اندومي كوري مولعه نار و4X و5X وحاجات كده، فهم حبوا يشاركوا وعملوا نودلز طعم الشطه المولعه. وهي مشطشطه بس ما بتاثرش على الاعضاء الداخليه والخارجيه والعين والمناخير والدماغ في حاجه، يعني هي مشطشطه. عارف انت لما تاكل اكل مشطشط؟ الشطه المصري بتاعتنا العاديه دي، يعني دي لو قارناها بالاندومي الكوري مثلا، لا دي تيجي مثلا 15% من التجربه. زي ما قلت لكم مشطشطه وكل حاجه، بس مشطشطه للناس الفافي يعني، انما احنا خلاص. انما من ناحيه الشطه فهي مشطشطه، انت عايز نودلز مشطشطه فدي مشطشطه، انما النودلز الكوري دي مش مشطشطه، دي مش شطشطه خالص يعني، دي بقى مشطحه، دي فظيعه ملهاش حل دي. فباختصار كده يعني، لو ادينا تقييم التجربه اللطيفه بتاعت الكيلوجز نودلز اللي بطعم الشطه المولعه، يعني زي ما قلت طعمها مش بطال، انا كان نفسي بس يكون فيها صوص شويه، لو كانوا عملوا الشطه بصوص احسن ما كانوا عملوها باودر كده. بس عموما هي شغاله، لو حد عايز ياكل نودلز زي ما قلت لكم مشطشطه شويه، دي لطيفه وهتديله الاحساس من غير ما تموته. وعموما لو ادينا تقييم للكيلوجز نودلز دي اللي بطعم الشطه المولعه، هنديها 7.5/10. وبس كده، دي كانت كل حاجه معايا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكيد لايك شير سبسكرايب، اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام، وسلام.